نقف هذا اليوم مع التجمع العشائري وتجمع المنظمات وتجمع أهالي محافظة الأنبار نصرة لقضية الأستاذ ليث الدليمي ومن والمعتقلين الذين معه. نقول نحن اليوم نقف مع الأستاذ ليث، ولكن كانت هناك صفحة أخرى كان وراءها هو إعادة الفتنة الطائفية بين طوائف الشعب العراقي بهذه القضية وفبركتها على الإعلام وتلفيق الاتهامات، حيث كان الأستاذ ليث ومن معه من أوائل الذين قاتلوا تنظيم القاعدة، وقد هدمت القاعدة داره من قبل القاعدة والجماعات المسلحة. واليوم نستدرك بأن الناس الذين يريدون إثارة الفتنة الطائفية من جديد يجب أن نقف ضدهم جميعا، ونشكر موقف دولة رئيس الوزراء بإعادة التحقيق إلى جهة محايدة وجهة تكون التحقيق فيها شفافا يحترم حقوق الإنسان ويحترم كرامة الإنسان العراقي. وهذا الكلام مفبرك، هذا الكلام ما إلى صحة، وكل عشائر الديم اليوم أصرت أن إطلاق سراح الأخ ابن العم ليث الدليمي والحماية مالته وإعادة التحقيق مرة ثانية. وإحنا سمعنا رئيس دولة رئيس الوزراء إعادة التحقيق مرة ثانية وشكل لجنة برلمانية من الأخوة عفان والأخوة كمال وأحمد سليمان، كل الأخوة أن يعيدون التحقيق ويشرفون على التحقيق، وإن شاء الله إحنا نتأمل بخير. وإذا ما بين شيء خلال هاليومين ثلاثة إحنا عندنا موقف وتصرف ثاني مع الداخلية العراقية. طالبنا اليوم من دولة رئيس الوزراء أنه التحقيق العادل والإنصاف العادل بسير التحقيق مع الأخ ليث مصطفى لتكون هناك شفافية وعدالة في هذه القضية.